في هذا اللقاء الهام في هذه المرحلة الهامة والمفصلية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة. نرحب بكم جميعا في هذه الورشة التي تحمل اسم تفاهمات القاهرة، معالجة إنسانية أم مقاربة سياسية؟ نرحب بكم مرة أخرى. شكرا للمجلس الوطني للتمكين على هذا الجهد المحترم، وشكرا لك دكتورة رانيا والدكتور أسعد. سأبدأ من الآخر. أنا بختلف مع الدكتور صلاح ومع حركة حماس في تمسكهم باللجنة الإدارية، وأنا بعتقد أنه لو حماس بتشتغل سياسة كان قالت للرئيس عباس هذا الحجة اللي اسمها لجنة إدارية إحنا يا سيدي حلينها وبدناش إشي منك وتفضل، لأنه في الحقيقة هي حجة وهي ذريعة. ليش؟ لأنه من 2007 حماس مسيطرة على غزة أمنيا وإداريا وكل اللي بدكم إياه، قبل اللجنة الإدارية وبعد ما تنحل اللجنة الإدارية كمان حماس راح تطلع مسيطرة على غزة. يعني لو حماس ما قالت إيش إنه إحنا شكلنا لجنة إدارية ومعلنوش عنها والله ما حد داري، لأنه على سبيل المثال توفيق أبو النعيم، تجيب لكم نموذج توفيق أبو النعيم اللي هو توفيق أبو النعيم كان مسؤول الأمن قبل ما يقولوا شكلنا لجنة إدارية، ولما شكل لجنة إدارية حطوا اللواء توفيق أبو النعيم مسؤول الملف الأمني، ظلوا مسؤول الأمن. شفتوا في حاجة تغيرت؟ شفت الأمن الداخلي تغير؟ شفت الأمن الوطني تغير؟ شفت السياسة تغيرت؟ ولاش؟ وبالتالي لا غيرت ولا بدلت، إنه حماس ستبقى مسيطرة على غزة. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد رغم كل العقبات التي توضع في الطريق. لجنة التكافل تعمل بشكل جيد، وهناك مشاريع سيتم إقرارها في القريب العاجل. لجنة المصالحة المجتمعية أيضا تعمل وتم تشكيل لجان ولجان تخصصية رغم العقبات التي توضع. ننتظر أن تنتهي عمليات الترميم في المعبر، معبر رفح، لأنه هذا بالنسبة لنا هو خطوة مهمة جدا، فتح المعبر كما وعدنا به قبل عيد الأضحى هي خطوة مهمة جدا، لأنه نحن ندرك حاجة المواطن الفلسطيني لأن يتنفس قليلا من الهواء من خلال فتح معبر رفح، وما تبقى الأمور يعني في ماشي. نرحب بالإخوة جميعا، نشكر يعني المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني على هذه الدعوة وعلى هذه المصارحة الوطنية التي ينبغي أن تكون شعارنا في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة. لا نملك إلا أن نواجه الحقيقة القائمة، ليس لنا خيار في هذا الوطن سوى أن نجد الطريق للحوار الحقيقي وللوحدة الحقيقية بعيدا عن التكتيكات وتسجيل المواقف. هذه المرحلة لا بد أن تنتهي، ولا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا ومع شعبنا. فيما يتعلق بهذه التفاهمات أريد فقط أن أنوه على أنها ليست جديدة وليست مفاجئة. التفاهمات مضى عليها 5 سنوات إذا كنا نتذكر، هي بدأت عندما كنا في حوارات ضمن مشروع لتطوير ودعم المصالحة الفلسطينية، نتردد ما بين القاهرة وما بين عواصم أخرى، وكنا نلتقي إخواننا في حركة فتح وفي فصائل أخرى، ومعنا يعني مجموعة من المستقلين الفلسطينيين نناقش كيف يمكن بالفعل أن تصبح المصالحة الفلسطينية حقيقة واقعية، بدلا من أن نظل في مجال يعني تسجيل المواقف من هنا وهناك، وتحول يعني كل الشواهد دون تطبيق المصالحة.
هي حماس مشاركة في التفاهمات بينها وبين تيار الإصلاح في حركة فتح، وبالتالي مشاركتها يعني أنها مقتنعة بهذه التفاهمات، وهي ترى أنها خطوة ومقدمة ضرورية لإحداث مصالحة وطنية شاملة وتحقيق نموذج من التوافق الوطني من شأنه أن يغري الآخرين بالالتحاق به، وهي مقدمة ضرورية جدا لإحداث المصالحة السياسية. يعني أنا أعتقد أن إجراءات الرئيس ضد قطاع غزة هي جزء من عملية اللعبة السياسية التي يمارسها، ومحاولة لتصوير نفسه أنه يعني يواجه الإرهاب بين قوسين في المنطقة، وأنه يريد أن يسوق نفسه أمريكيا. لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يستجب له أحد ولم يعطى أي مكسب سياسي من وراء هذه الإجراءات، وأعتقد أن الأوان لأن يراجع نفسه وأن يكف عن معاقبة أبناء شعبه.